بسم الله الرحمن الرحيم. في الساعة التاسعة والربع من صباح اليوم، وبينما كان موكب حضرة صاحب السمو أمير البلاد في طريقه إلى مكتبه بقصر السيف كالمعتاد، تعرض موكب سموه حفظه الله ورعاه لحادث اعتداء أثيم. ويود الديوان الأميري أن يطمئن المواطنين جميعا إلى أن حضرة صاحب السمو الأمير بخير وعافية. ويتوجه الديوان الأميري إلى العلي القدير أن يحفظ سموه راعيا وقائدا للوطن الحبيب. وسوف يذيع الديوان الأميري بيانات لاحقة عن تفاصيل الحادث الأثيم. حفظ الله الكويت أميرا وشعبا من كل مكروه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. إخواني أبناء بلدي، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، صدق الله العظيم. لقد سمعتم ما حدث صباح اليوم، والمؤمن يسلم أمره إلى الله تعالى، فهو الحافظ وبيده كل شيء. وأود أن أطمئنكم جميعا إنني الآن بخير والحمد لله، ومما نتعرض له من حوادث فإن ذلك لن يثنينا ويثني الكويت من السير في طريق الخير للجميع، وأن تعمل من أجل الخير لأبنائها ولأمتنا العربية والإسلامية. إنني أشكركم جميعا لما أظهرتم من مشاعر صادقة، وأدعو الله سبحانه أن يبعد عنكم كل مكروه. فهؤلاء كانوا يذهبون إلى هذا المزار خرافة ما أنزل الله من سلطان، ويتبركون في هذا المقام ويعلقون الخيوط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من علق تميمة فلا أتم الله له. لن يدخل الجنة أحد إلا بالتوحيد، ولن ينجو من النار إلا بالتوحيد. الله يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. طهر الله عز وجل بهذه البلاد بأن أزيل هذا المقام، هذا المزار، هذه الخرافة. تقول: أساء من فعل؟ بل جزاه الله خيرا، وهو أمير البلاد الشيخ جابر أحمد الصباح رحمة الله أمر بإزالته، فأزيل هذا المظهر من هذه البلاد. ويرجى له والله على فعله هذا، يرجى له الخير. ثم تأتي الآن بإذاعة عامة تنتشر في الكويت وخارج الكويت وتقول: أساء من أزال الخضر. إيش هذا؟ بل قد أحسن والله الذي لا إله إلا هو، وجزى الله من نصحه، وجزى الله من استجاب، فأزيلت هذه المظاهر، مظاهر الشركية. فأزيل هذا بفضل الله عز وجل، بدعوة من أكرمه الله بالبصيرة فعرف التوحيد فأمر بذلك ونصح والأمر، فجاء الأمر من أمير البلاد فأزيله. وأن جزاه الله خير الذي أزال هذا المقام الذي كان في خرافة يتعلق به بعض الناس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.